يلا أنا ابتديت الريكورد خلاص. دكتور، هو ما فيش ما عندنا إلا بس محاضرات الأنيميا في الباوربوينت. أنا دخلت دلوقتي على الفايل. Bleeding disorders. ما فيش موجودة. ولا على الإيليرنينج؟ لا على الإيليرنينج موجودة. على الإيليرنينج موجودة. شوفي كده وأنا هكلم حلمي حالا دلوقتي، بس لو كلمت حلمي من الموبايل هي هي هيعمل ايه؟ هيفصل الميتنج. اكلمه واقولك ولا رأيكو ايه؟ لا، ممكن اجرب دلوقتي على الاي ليرنينج. على الاي ليرنينج هي حافظولي على المحاضرات بتاعت السنة اللي فاتت، ما دوري كده على الاي ليرنينج ان شاء الله تلاقيه. هو تحميل المحاضرات بيبقى على الاي ليرنينج، مش على التيمز. بس هو لما بيكتب لكم اعتقد كان كاتب لكم البليدنج ديس اوردر. ليه بقى؟ لان الدكتور طلعت كان إن يعني عنده اناونس ان في محاضره يوم الخميس، يبقى عارف ازاي. مش عارف. لقيتيها يا روان من على الاي ليرنينج؟ هو انا بفتح من اللاب دلوقتي يا دكتور. طيب انا قايله لحلمي بس مش عارفه بقى ابعت له على ايه بقى. مش عارفه. انا ممكن اخرج من الميتنج بس خلاص. بقول لك ايه، كده كده هينزلها لكم بس والله أجلاله. دكتور أنا هبعت لروان الداتا شو. يعني هي عندك؟ عندي أنا هبعت لها إياه. طيب يعني حلمي نزلها ولا ما نزلهاش؟ وخلاص أنيها وعندك وخلاص. ما نزلها. طيب ابعتها لها أو أنت أعمل شير سكرين عشانكو بس. مش عارف أنا أعمل سكرين بصراحة. طب ابعتها بقى للدفعة كلها المحاضرة وخلاص. طيب هيميوستيزيس دي كمان فويس كمان متسجلة، يعني المحاضرة عليها تسجيل المحاضرة متسجلة. anyhow هي النهاردة هنتكلم على كلمة هيميوستيزيس. هيميوستيزيس يعني maintenance basic body function. يعني ايه؟ يعني stop bleeding لو حصل injury لأي blood vessels. ربنا خلق لنا ميكانيزم يعمل stop bleeding. انت لما بتجرح ما بتفضلش تنزف. بيحصل ايه؟ بيحصل sequence معينة. اول حاجة vasoconstriction لل blood vessels. vasoconstriction تبتدي تعمل vasoconstriction، وبعدين platelets تجمع نفسها وتديني platelets plug، وبعدين formation of the blood clot، وبعدين آخر حاجة repair للدمج blood vessels. يبقى دي عملية الهيميوستيزيس. كمان ربنا زي ما بيوقف لنا البليدنج ما بيمنعش ما التجلطات اللي بتحصل بيمنع سوري التجلطات اللي بتحصل في blood vessels، فبيخلي fluidity of the blood. بأن هو ادانا ثلاث مواد موجودين في الدم، ثرومب اللي هو بروتين سي وبروتين S وثرومبين 3، دول بيمنعوا حدوث الكواجلابيليتي. عشان كده الناس اللي عندهم نقص الثلاث مواد دي بيحصل لهم هايبر كواجلابيليتي ستيت. يبقى كلمة هيميوستيزيس ربنا خلق لنا تو ميكانيزم، لما نتعور البليدنج يقف وما يحصلش، وان البلاد فيزلز تبقى الفلويديتي بتاعت البلاد ربنا محافظ عليها بمواد معينة. احنا النهارده موضوعنا على البليدنج ديس اوردرز. اي عيان يجي له بليدنج ديس اوردرز لازم افكر يكون ديفكت في ثلاث حاجات، مفيش غيرهم، اما فاسكولار في البلاد فيزلز نفسها، اما في البليتليتس، اما في الكواجوليشن فاكتور اللي هم 12 فاكتور اللي انتوا اكيد درستوهم في الفسيولوجي. ايه هي
البليتلتس تيست اللي احنا بنجربها، ايه اللي بيحصل اولا لما بيحصل فازو كونستراكشن؟ اول ما تتعور بيحصل فازو كونستراكشن، نيرف ريفلكس بيحصل كونستراكشن ومايوجينيك كونتراكشن للبلاد فيزلز، ويحصل ريليز لمادتين سيروتونين ودي بتعمل فازو كونستراكشن، وثرومبو ثرومبوكسين A2 ودي برضو بتساعد على البليتلتس أجريجيشن. مش مهم التفاصيل ده أكيد خدتوه في الفيسيولوجي. لما كمان بيحصل فاسكولر إنجري بيحصل إكسبوجر أوف كولاجين، الكولاجين بيبتدي يتعرض نتيجة الجرح ده يخرج مادة اسمها فان فيليبران فاكتور. الفان فيليبران فاكتور ودي مادة مهمة جدا بنلاقيها، أو فاكتور مهم جدا بيساعد على بليتلتس أدهيجن، يلزق البليتلتس في بعض بحيث ان هي تكون بلاج، والبلاج دي بعد كده بتساعد ان هي يحصل أجريجيشن تلم بعضها وتسد الحتة اللي فيها انجري وتعمل بليتلتس بلاج. بليتلتس بلاج دي مش بيرمننت، ده بعد كده الكواجيليشن فاكتور 13 فاكتور دول يبتدوا كاسكيد، كل واحد انترنسك واكسترنسك باسوي مش هنخش في التفاصيل، تنتهي بفورميشن بحاجة اسمها فايبرين. الفايبرين دي خلاص بقت انسوليبل وهي ابتدت بقى خلاص تسد البيرمننت تيشو بالبيرمننت اريا، هي دي تتسد بالفايبرين. التفاصيل دي ما يهمنيش. ايه التست اللي انا اقدر اعرف هل الديفكت؟ نرجع تاني نقول في ثلاث كلمات لازم نعرفها. عيان عنده بليدنج تندنسي من اي حته، افكر في ثلاث حاجات: ديفكت في البليتلتس، ديفكت في الفاسكولر بلاد فيزلز بتاعته، ديفكت في الكواجيليشن فاكتور. البليتلتس، البليتلتس النورمال من 150 ل 400 الف، ثرومبوسايتوبينيا يعني أقل من 150 ده، لكن العيان ما يبتديش ينزف إلا إذا ابتدى يحصل كلينيكال بيتيكي، بيتيكي يعني نقط تبتدي حمراء تظهر عنده، إلا إذا قل ابتدى يقل يعني أقل من 50. سبونتينيوس بليدنج بقى من الجي آي تي أو السي إن إس، وده بيبقى خطر جداً لما بيوصل البليتلتس من 20 من 10 ل 20، ده طبعا العيان ده لازم يروح الاي سي يو عشان ممكن ينزف في اي وقت. الريت اوف ذا ديبليشن اوف ذا بليتلتس ده مهم جدا، سادن دروب في البليتلتس ده بيعرض العيان ان هو يحصل له بليدنج سريع، لكن جراديوال يعني حالات مثلا الكرونيك ليفر ديزيز لما بلاقي البليتلتس عنده، طبعا انتوا عارفين كرونيك ليفر ديزيز ده بيبقى عندهم السبلين كبير والسبلين سيكوستريتد اول اليمنت اوف ذا بلاد ومنها البليتلتس بتاكل البليتلتس، طب الاقي عنده البليتلتس 80 او 100 اقول حلو قوي بالرغم ان هو نورمال من 150 ل 400 اقول كويس قوي، يبقى في رينج معين ببقى خايفه جدا. ال 10 وال 20 الف دول بيبقوا حاجه كريتيكال ولازم العيان يتنقل له بليتلتس عشان الحاله دي بتبقى كريتيكال وممكن ينزف في اي وقت. عشان اقدر اعمل كمان اختبار للبليتلتس بختبر النمبر، يبقى النمبر اقول فيه ثرومبوسايتوبينيا او العكس ثرومبوسايتوزس. البليتلتس فانكشن، في حاجه اسمها بليتلتس فانكشن، وظايف البليتلتس هل ممكن العدد يبقى نورمال والادهيجن او الاجريجيشن بايظ؟ اه طبعا في حالات بيحصل ان تلاقي البليتلتس نورمال 150 ولا 160 عددها نورمال لكن فانكشنلي انويل كادهيجن وكاجريجيشن، يبقى لازم اعمل حاجه اسمها بليتلتس فانكشن تيست. في حاله البليدنج تندنسي لما يعلى او البليدنج تايم لما بيعلى، افكر لازم يكون ثلاث حاجات: إما ديفكت في الفاسكولر، إما العيان عنده ديفكت في البليتلتس كاونت أو في البليتلتس فانكشن.
يبقى الـ bleeding time يعلى في ثلاث حاجات is prolonged in number one نقص الـ number platelets count العد بتاعها قليل الـ function بتاعتها قليلة الـ integrity of the vessels wall is very weak بايظة يعني في مشكلة في الـ vessels wall وبالتالي يحصل bleeding time يبقى عالي تاني investigation لازم أعملها الـ clotting time طبعاً الـ clotting time ده بيقيس لي حاجات مهمة أوي الـ effect of coagulation factor طبعاً أنتوا عارفين الـ coagulation factor بتتقسم لـ extrinsic و intrinsic بقيسها عن طريق حاجتين إما الـ prothrombin time اللي هي الـ INR والـ PTT partial thromboplasting time الـ partial thromboplasting time دي بتقيس الـ intrinsic system بتاع الـ coagulation factors بيحصل prolonged PTT مرض مهم جدا 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 هيموفيليا هندرسه DIC disseminated intravascular coagulopathy the heparin therapy heparin therapy كمان factor 2 وخمسة وتمانية ومنهم مرض الهيموفيليا تمانية ده فاكتور تمانية ده مرض الهيموفيليا وتسعة ده مرض الكريسماس ديزيز نوع من أنواع الهيموفيليا برضو يبقى خمسة وتمانية وتسعة وعشرة دول intrinsic pathway وأعمل لهم تست عن طريق البارشال thromboplasting time يبقى ممكن يجي لنا سؤال على ايه الحاجات اللي بتعلي البروثرومبينج البي تي تي البارشال ثرومبوبلاستينج تايم الهيبرين مهم الهيموفيليا الهيموفيليا والكريسماس كمان والكريسماس ديزيز الحاجه الثالثه ان العيان يبقى عنده دي اي سي ديس او كرونيك ليفر ديزيز دي اي سي هندرسه بالتفصيل الهيبرين طبعا من الحاجات اللي بتعمل بتزود الكلوتينج تايم وبتزود البي تي تي الثرومبين تايم ما بستخدمهوش قوي في حاجه اسمها ثرومبين تايم وده بيحصل في حالات برضو بيعلى في حالات الهيبرين ثيرابي وبيعلى في حالات الدي اي سي ومش هنهتم بيه قوي اللي هنهتم بيها قوي البروثرومبين تايم اللي هي الاي ان ار الINR دي بتقيس الفانكشن يبقى بتقيس الفانكشن بتاع الاكسترانسيك باسوي 2 و7 و9 و10 2 و7 و5 كمان و9 و10 دول الناس اللي بتاخد anticoagulant therapy زي الولفرين يعني مثلا يجي لك حالة عيان عنده مثلا مغير عنده اي اف وبياخد مش هيقول لك بقى بياخد بيقول لك بياخد ميديكال تريتمنت اي اف لازم بياخد وولفرين انت عايز تقيس له ايه تقيس له البليدنج تايم او تلاقي مين عنده عالي البروثرومبينج تايم ولا البارشل ثرومبوبلاستينج تايم ولا البليدنج تايم ولا يتبقى عنده ثرومبوسايتوبينيا طبعا البروثرومبينج تايم فولو اب للولفرين بالبروثرومبين تايم هو مش لازم يقولك هو بياخد علاج وولفرين هو جاله bleeding tendency وهو اصلا AF on medical treatment يعني واخد علاج معين طبعا مش هيقوله لك انت عارف ان عيان الAF بياخد وولفرين follow up بايه البروثرومبين تايم او الINR international normalizing ratio ويبقى ده سؤال ممكن ينزل MCQ أسباب البروثرومب اللي بيعلي البروثرومبين تايم وإيه اللي بيعلي البارشل ثرومبوبلاستينج تايم يبقى البروثرومبين تايم قلنا فاكتور 2 و7 و9 و10 اللي هم فيتامين كي ديبندنت يبقى حالات الكرونيك ليفر ديزيز اللي بيقل فيها الفيتامين كي يبقى عندهم البي تي أو الاي ان ار عالية إيه تاني اللي يعلي عيان بياخد وولفرين مهم قوي ايه تالت حاجه دي اي سي يعلى الاثنين
الـ DIC يعلى الاثنين. نيجي بقى لموضوعنا، كل ده introduction ليه عشان نوصل لمرحلة إيه هي البربرا. البربريك إرابشن يعني multiple spontaneous capillary bleeding في السكين والميوكس ميمبرين، إما defect في البليتلتس سواء function أو number أو capillary wall. أسباب البربرا thrombocytopenia، إن العدد يبقى قليل. إيه اللي يخلي البليتلتس تقل في جسمك؟ هندرس كام ديزيز مهمين قوي. نقص البليتلتس سيرفايف، انتي بودي تهاجم البليتلتس وتكسرها، واهم مرض اللي هو اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. الهايبرسبلينيزم اللي لسه قايله لكم عليه في حالات الكرونيك ليفر ديزيز بياكل البليتلتس. انتي بودي مثلا بتكون اوتو انتي بودي زي سيستميك لوبس، وأدوية بتعمل ثرومبوسايتوبينيا هنقولها بعدين. يبقى نقص السيرفايفل أو نقص البرودكشن، إن البليتلتس ما تطلعش من البون مارو. بون مارو ديبريشن ممكن يبقى نتيجة انفلتريشن ماليجنانس، أي سبب يعمل بون مارو ديبريشن ما يطلعش كل الإليمنت ومنهم البليتلتس. ونقص الفيتامين بي 12 والفوليك أسيد وأسباب ودراجز برضو بتقلل البليتلتس برودكشن. أو يبقى البليتلتس طلعة كويسة من البون مارو وحصل لها كونسامشن استهلكت. في ديزيز مشهور جدا وبيحصل دي ديسيمينيتد انترافاسكولر كواجولوباثي DIC، وده هناخده وزيه بالظبط ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا وهيموليتيك يوريميك سيندروم. بالراحة كده نشوف إيه الأدوية الدراجز اللي بتعمل بيربرا. بيربرا أو بتعمل بتقلل البليتلتس كاونت ثرومبوس الهيبرين. الهيبرين دايما أكتر حاجة بنشوفها بتقلل البليتلتس. في أدوية تاني الثايزايد والألكول والسايكلوفوسفاميد والبنسلين والكيفالوسبولين والمسايل دوبا، احفظوا لكم كم واحد منهم. يبقى أسباب البربرا احنا قلنا إما ديفكت في البليتلتس أو ديفكت في الفاسكولر الفيزلز نفسها اللي هي ما بتعملش بازو كونستريكشن. فور ان اكزامبل يعني على الفاسكولر بربرا حاجة اسمها سينايل بربرا. سينايل بربرا دي بتحصل للناس الكبار بعد سن 60، بتلاقي ايه؟ بصي على ظهر ايديهم كده هتلاقي بربريك إرابشن عبارة عن نقط 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 نقط. هي دي مش effect of sun، ده بيحصل ان الكولاجين بيقل، الديرمال كولاجين بيحصل له loss والإلاستين، فبيحصل الكابيلاري بتفرقع تدي الأول لون أحمر وبعدين تغمق. دي بيسموها سينايل بيربرا. في نوع تاني من الديزيز اسمه allergic بيربرا اللي هو اسمه بايخ شوية هنخشلاين بيربرا. الهنخشلاين بيربرا ده نوع من هناخده بالتفصيل، يعني مش بالتفصيل قوي ولكن هنعرف عنه بعد كده. أنا بس بقول لكم إيه أسباب الفاسكولار بيربرا، لازم تحفظوا 1 2 3 لأنه ممكن ينزل سؤال MCQ. أو الفاسكولايتس، أي سبب بقى يعمل فاسكولايتس ممكن يعمل بيربريك إرابشن. البلود فيزلز ما تعملش فازوكونستريكشن ولا تفرز السيروتونين ويبتدي العيان ينزف. انفكشن زي المانينجايتس والسبتسيميا. في نوع من البيربرا اسمها بيربرا سيمبلكس. ايه البيربرا سيمبلكس ده؟ بيحصل في الفيميل في اللور ليم. يقول لك والله ده انا ولا اتخبطت ولا حاجه، بلاقي بوتش زرقاء على رجلي. ست تيجي تقول لك اقيس لها البليدنج تايم نورمال، كل حاجة عندها نورمال، مفيش extensive bleeding من أي حتة، لكن دي بيسموها purpura simplex ودي ملهاش أي significance. يبقى أسباب purpura قلنا إما يبقى vascular cause أو يبقى platelet cause. الثرومبوسايتوبينيا دي أهم disease هندرسه. أولاً لازم
أعرف إزاي إن العيان ده أي عيان عنده بيربريك إرابشن، البربرا دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إما بتيجي في السكين يبقى مالتيبل بتيكي، بتيكي يعني نقط زي راس الدبوس، أو إيكيموتيك باتش أو بيربريك إرابشن. إيه الفرق ما بين التلاتة دول؟ بتيكي نقط 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 صغيرة دي بتبقى في السكين وما بتبقاش تحط ايديك عليها، ملهاش ايدج، لكن بتاعة الفاسكولار ساعات بيبقى لها ايدج فاسكولار كوز، لكن دي نتيجة البليتلتس. ممكن كمان يحصل بيربريك ارابشن بتبقى اصغر شوية من الايكيموزس. ايكيموزس دي يعني بطشة كبيرة قوي، اللي ما بين البتيكي والإيكيموزس حاجة اسمها البربرا، ودي بتبقى إيه؟ بطش لونها موف أو لونها زرقة العينة بتيجي تشتكي منها. البليدنج كمان ممكن يحصل من أي أورفيس، يقولك بليدنج بالجم، بليدنج بالنوز، إبستاكسز، جنجيفال بليدنج، يوتراين بليدنج، من أي حتة. هل ممكن يحصل في الانترنال أورجان؟ أو طبعا بيحصل سيريبرال هيموريج. ايه بقى هنبتدي اول ديزيز واهم ديزيز؟ بيعمل بيبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا، اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، ITP. الITP ده ديزيز very common very common، it's one of the autoimmune disease، عبارة عن antibody بتهاجم البليتلتس، بتعمل اتاك للبليتلتس. الانتيبادي دي ممكن في نوعين من مش مهم تفاصيلها بقى، خلينا نقول ان انواع الاميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، اما ان تشيلدرن ودي بتبقى سيلف ليميتنج، بتاخد الام بتيجي تقول لك ده بعد ما خد فايرال انفكشن او طعم ابتدى اشوف بطش حمر على رجلين الواد. طيب هل نديله علاج ولا ما نديلوش علاج؟ It's self-limiting disease، بيخف لوحده، بيبقى sudden onset of purpura، وساعات يجيب شوية نزيف من مناخيره أو من الأورال. يعني معظم الحالات بتبقى self-limiting، بتخف لوحدها بعد الفيرال infection، وساعات بحتاج treatment 1 ميلي جرام بير كي جي كورتيكوستيرويدز. كأي أوتو إميون ديزيز علاجه بالكورتيكوستيرويدز. الإيديوباثيك ثرومبو أو الإميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا اللي بنلاقيه وفيري كومن في الأدلت، بيحصل في الفيميل وبيبقى لس أكيوت، وبيفضل الست طول عمرها بتقعد تشتكي من بيربريك إرابشن إن ريميشن أند إكسسربيشن، شوية يبقى هادي وشوية يقوم عليها. بيبقى معاها طبعا some autoimmune disease زي autoimmune hemolytic anemia، وده بيسموه Evans syndrome. تيجي تشتكي من ايه؟ بتيجي تشتكي من purpuric eruption, epistaxis, menorrhagia, severe menorrhagia، وبيحصل ممكن يحصل على حسب ال condition بتاعت الحالة major hemorrhage ممكن يحصل، ولكن ده very rare very rare. السبلين يكبر very rare ان يحصل splenomegaly. طب ايه الانفستيجيشن اللي انا اقعد اعملها عشان اشخص الاميون thrombocytopenic purpura؟ لازم تعرفوا معلومة ان الاميون thrombocytopenic purpura by exclusion، بيتشخص بالexclusion. أعرف بقى أدور على secondary cause of thrombocytopenia اللي بيقلل البليتلتس، أدور هل دي حالة systemic lupus، هل دي حالة لينفوما، هل دي حالة لوكيميا، هل دي HIV، hepatitis C، العينة بتاخد heparin، هل دي حالة autoimmune hemolytic event syndrome. لازم أدور على secondary cause. لو استبعدت secondary cause of thrombocytopenia أنا بعمل investigation بلاقي إن البليتلتس بتاعتها قليلة جدا جدا، وبالتالي بيجي لها bleeding tendency و purpuric eruption و menorrhagia و epistaxis
طب انا اعمل الاول استبعد السكندري كوز وبعدون انا اقول ان هي ايديوباثيك، كانوا زمان بيسموها ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربل، يعني مش معروفه سببها ايه. لكن اهم كاركتر واهم انفستيجيشن لازم ابقى عارفاها ان البليتلتس بتبقى واطيه جدا very low account، البليدنج تايم عالي بس انا ما بعملهوش، البون مارو اكزامينيشن هايبربليزيا ويز ميجا كاريوسايتس، ميجا كاريوسايتس موجوده يبقى مش مشكله في البون مارو، نقص البليتلتس ده يبقى ده مش ده نقص السيرفايفل، ان البليتلتس بتطلع بس ما بتعيش، ما بتعيش عشان ايه؟ عشان الانتي بودي اللي موجوده عندها. لكن البون مارو زي الفل ما فيهوش اي حاجه، في هايبربليزيا of mega cariocytes وساعات بيقولوا without budding، بس نخليها دي على جنب. ممكن الاقي antibody against platelets، ممكن الاقيها وممكن ما الاقيهاش، ومش معنى ان انا ما لقيتهاش ان دي ان الحاله دي مش idiopathic او مش immune thrombocytopenic purpura. وحطوا خط على الكلمه اللي انا بقولها دي، ان عدم وجود الانتيبادي عادي الحالة الثرومبوسايتوبينيك بيربرا أو الإميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا تتشخص، نقص بليتلتس، بون مارو إكزامينيشن هايبربليزيا، لقيت أو ما لقيتش الأنتيبادي ده ما ينفيش not essential to confirm the diagnosis. طب أعمل إيه؟ بريفرال سميل هلاقي نوع اسمه شيستوسايتس، وده رامننت حاجة اسمها شيستوسايتس بتبقى موجودة في الـ DIC لو عملت فيلم بلات فيلم، وهلاقي إن شيستوسايتس موجودة في الـ Idiopathic Thrombocytopenic Purpura والـ DIC. الـ Treatment في الأطفال قلنا ده self-limiting، وإنما الطفل ما بينزفش من أي حتة، وأقصى حاجة أدي له 1 ملي جرام بير كي جي كورتيكوستيرويدز. خلي بالكم إن وجود moderate لسيفير purpura وإن العيان بينزف وإبستاكتس والبليتلتس أقل من 20 لازم أدي كورتيكوستيرويدز، ولازم أدي كمان immunoglobulin. البليتلتس count في خلال يوم أو 3 أيام، من يوم لثلاث أيام بعد ما أدي كورتيكوستيرويدز بتتحسن وبتعلى. لكن لو العيان كان عنده bleeding tendency و severe bleeding tendency ده لازم يروح والplatelets count 20 بس، لا دي حالة، أو 10 لا دي حالة لازم تقعد في ICU يتنقل لها platelets، تاخد intravenous immunoglobulin، تاخد برضو corticosteroids، تاخد corticosteroids مفيش مشكلة، لكن less must be hospitalization. أقل من 20,000 platelets must be hospitalized. تاخد كورتيكوستيرويدز 2 ملي جرام بير كي جي، intravenous immunoglobulin، و must be admitted للهوسبيتال. من 20 لـ50 ما فيش bleeding بدي كورتيكوستيرويدز و intravenous immunoglobulin. أكتر من 50 والعيان ما فيش أي symptoms بعمل follow up. ايه هو التريتمنت؟ قلنا الستيرويد الاول انترافينوس اميونوجلوبولين، وده بجيبه من المصل واللقاح، او انترافينوس انتي دي اميونوجلوبولين بتاع الار اتش بوزيتيف. بدي ساعات الار اتش، عارفين الار اتش انكومباتيبيليتي، وان انا بروح اجيب الام البوزيتيف ده ممكن اديه، ممكن اساعد مع البريدنيزيلون، أدي إميونوسابرسيف دراج زي الأذاسيبرين والسايكلوسبولين. ريتوكسيماب أكيد خدته مع الدكتور سراج. أنتي سي دي 20 ده نوع من المونوكلونال أنتي بادي بستخدمه برضو، وفي الان بليت دي بتعمل ستيميوليشن للبليتلس فورميشن، ولكن غالية جدا الان بليت اللي هو بيسموها thrombopoietin receptor binding agents زي الN-plate
والبرومكتا، وده أدوية غالية جدا جدا بس ساعات بنديها as a life threatened cases. الدنازول، الدنازول ممكن كانوا زمان بيستخدموه. لو العيان بعد ما خد كل ده وما استجبش، سبلين سبلينكتومي، هنعمل سبلينكتومي. طبعا لو في فيميل لازم اقول لها ستوب، لازم اهم اول حاجه نو نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج، ما تاخدش لا اسبرين ولا حاجه خالص، ولا انتي بليتلتس ولا اي حاجه. تاني حاجه، وساعات بنعمل لها ستوب منسز عشان ما تحصلش بليدنج. بس كفاية أو تاخدوا تعرفوا المعلومات دي على الإيديوباثيك أو الإيميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. الديزيز التاني فون فيليبران ديزيز. إيه الفون فيليبران ده؟ مش أنا قلتلكوا لما الكولاجين، وإنت لما بتقطع البلاد فيزلز وتتعور بيطلع مادة من الكولاجين ده، لما يحصل له إكسبوجر بيعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها الفون فيليبران فاكتور، بتساعد على الادهيجن بتاع البليتلتس. الفون فيليبران فاكتور ده انهيرتنت بليدنج ديس اوردر، وعلى فكره فيري كومن اكتر من الهيموفيليا كمان. اوتوزومال دوميننت، نوع هي في تايب 1 وتايب 2، مش مهم بتعرفوا اذا مين الريسيسيف ومين الدوميننت، بس هم ثلاث انواع، تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. التايب 1 مش مهم بقى التفاصيل بتاعت مين الاوتوزومال دوميننت ومين الاوتوزومال ريسيسيف، المهم ان العيانين دول بيحصل لهم بليدنج تايم بيبقى برولونجد، او طبعا يجي العيان يفضل ينزف برغم نورمال بليتلتس كاونت. البليتلس ما فيهاش مشكلة، المشكلة فين؟ في الفون فيليبران فاكتور. الفون فيليبران فاكتور ده فاكتور فايدته ان هو بيعمل ادهيجن للبليتلس، ولما يحصل ادهيجن للبليتلس هي اللي بتعمل اجريجيشن بعد كده. لكن عدد البليتلس كويس، عدد البليتلس نورمال بليتلس، وده ممكن تجيلك حالة البليدنج تايم is prolonged برغم ان normal platelets count normal platelets aggregation، ولكن المشكلة في الادهيجن عشان نقص الفون فيليبران فاكتور. لما هناخد الهيموفيليا هنعرف ان الفون فيليبران فاكتور is the carrier of factor 8 بتاع الهيموفيليا، ده هو اللي بيشيله، فلما يقل معاه فاكتور 8. وفاكتور 8 اللي هو مرض الهيموفيليا ده اللي بيعلى فيه زي ما قلنا في الأول البارشل ثرومبوبلاستينج تايم، يبقى ممكن ألاقي البليدنج تايم برولونجد، البارشل ثرومبوبلاستينج برولونجد، البليتلتس نورمال والأجريجيشن نورمال. إيه اللي بايظ؟ الأدهيجن، بليتلتس أدهيجن. وحطوا خط هايلايت، ممكن توصل حالة تنزل بالحالة دي، صحيح صعبة وبايخة، لكن الفون فيليبران ديزيز ده very common. وتايب 3 هو طبعا أبشحهم، لأن البليدنج تايم والبارشل ثرومبوبلاستينج very high، والفون فيليبران فاكتور بيبقى absent في تايب 3، بيبقى absent مش موجود خالص. علاجه بدي فاكتور 8 concentrated، بدي fresh frozen plasma، بدي cryoperceptor، بدي desmopressin، مادة اسمها desmopressin، دي عبارة عن synthesized antidiuretic hormone، بتساعد على ال release of von Willebrand factor. كفاية قوي، مش عايزاكوا تعرفوا أي حاجة أكتر من إيه هو الفون فيليبران فاكتور والإنفستيجيشن بتاعته، وإن ده positive family history، familiar positive family history. لكن الإيديوباث الإيميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا ملهوش family history،
ملهوش family history، لكن الهيموفيليا والفانفليبران ده بيبقى فيه familiar history inheritant bleeding disorders. نيجي على المفروض كمان كنا نقول الهينوكسالين بيربرا vascular disorders، هنجيب سيرتهم بس بسرعة. الفاسكولار ديسوردرز ده هينوكسالين بيربرا ده نوع من الفاسكولايتس، قلنا أي حاجة فيها فاسكولايتس سواء بقى هينوكسالين أي حاجة دي بتبقى الإتيولوجي بتاعها hypersensitivity vasculitis. بتحصل إمتى؟ بتحصل بعد streptococcal infection أو viral infection أو خد دواء معين يبتدي يحصل له. بيحصل في الأطفال والسن الصغير، تيجي الأم بتقول لك آه ده جاله streptococcal infection ومن بعديها جاله شوية arthritis، بطن وجعته وممكن يحصل له GIT bleeding وجاله purpuric eruption، لقيت جسمه بس في حتت معينة مبقعة بطش بطش بطش. فين بقى؟ في الليج، بتاخد الرجلين والبوتوكس، ما بتاخدش أكتر من كده. هي المناطق بتاعتها الديستريبيوشن بتاع الهينوكسالين بيربرا، غالبا هو الهينوكسالين ده هو اللي اكتشف الموضوع ده ولقى معاها جلوميرولونيفرايتس والطفل بيجيله هيماتوريا، ولما عملوا انفستيجيشن ما لقوش حاجه سبيسيفيك غير الاي جي اي بتبقى عاليه والكومبلمنت. طيب الهنا مش عايزاكم تعرفوا برضو اكتر من الهينوكسالين بيربرا، على فكره ساعات بتنزل حاله بس انا ما يهمنيش الموضوع النهارده غير ان هي تعرفوا الهينوكسالين بيربرا اتس وان of hypersensitivity vasculitis. Vasculitis يعني vascular cause of the bleeding disorder. بس ده سبب من أسباب ال bleeding disorders بس vascular cause. Hinoxaline purpura وأنا حط لكم صور عليها. علاجها ولا حاجة، corticosteroids. Corticosteroids بيبقى effective قوي للGIT bleeding، وساعات بدي أذاسيبرين وسايكلوفوسفاميد as an immunosuppressant drug. على فكرة كل الأوتو إميون ديزيز أو الفاسكولايتس كورتيكوستيرويدز بيشتغل معهم كويس جدا. Other vascular يبقى خدنا أدي أول نوع من vascular هينوكسالين بيربرا. ثاني نوع السكيرفي، طبعا كلكم عارفين فيتامين سي ديفيشنسي، وده مرة انتهى الإسقربوط ده انتهى تماما من العالم، وعبارة عن بيحصل لهم بديفكت في الكولاجين سنسز، فالعيان بيبقى عنده جم هايبرتوفي وبليدنج بير جم، وعلاجه فيتامين سي. السكيرفي انقرض وعمري ما شفت حالة سكيرفي بصراحة. الديزيز التالت هيريديتوري هيموراجيك تيلانجكتيزيا، أسامي وحشة قوي، لكن تيلانجكتيزيا ده عبارة عن هو أوتوزومال دومينانت، وما يهمنيش تعرفه دومينانت أو ريسيسيف مش مهم. بيحصل impaired vascular contractility، الكونتراكتيليتي بتاعت البلاد فيزلز بتبقى impaired نتيجة friable blood vessels. البلاد فيزلز ونيو كابيلاري فورميشن عبارة عن شعيرات بتطلع صغيرة جدا جدا وبتبقى فراجايل، اسمها تيلانجكتيزيا. تحصل ممكن حوالين الليب، حوالين الفيس، حوالين الإير، لكن أخطر حاجة إن هي ممكن تاخد الجي آي تي وتعمل بليدنج، وعلاجها بدي إبسلون أمينو كابرويك أسيد وأنتي فايبرينوليتك سايكلوكابرون مثلا، أديله حديد نتيجة لو فضل ينزف، برضو ما يهمنيش التريتمنت بتاعته. كل اللي عايزاكم تعرفوا هيريديتوري هيموراجيك تيلانجكتيزيا it's one of the vascular cause of bleeding disorders. other vascular cause الستيرويد ثيرابي، انتوا خدتوا طبعا درستوا الكوشنج وقلتوا العيانين اللي هم بياخدوا كورتيكوستيرويدز دول بيبقى عندهم ديفكت في الكولاجين سنسز، وبالتالي بيبقى vascular fragility عندهم وسكين bleeding بتبقى عالية جدا في الاستيرويد ثيرابي. وهذا example قلنا مرض الكوشينج ديزيز.
نيجي بقى على الديزيز المهم برضو، الهيموفيليا. الهيموفيليا inherent coagulation defect، ده six linked disease، يعني ما فيش حالة هتقولك في ميل بيشنت وتشخصيها هيموفيليا، لا. لو جالك مثلا شورت سيناريو في ميل يبقى عمرك ما تفكر، ما تحطش في ذهنك هيموفيليا. حط idiopathic thrombocytopenic او autoimmune thrombocytopenic، حط الفانفليبران. الفانفليبران affected في ميل وميل، لكن هيموفيليا في حالة في ميل لا. هو 6 linked recessive، وما يهمنيش تعرفه recessive ولا دم مش مهم، 6 linked disease نقص factor 8. ايه بقى العيان اللي بيحصل فيه هيموفيليا؟ severe. اولا الحالة دي بتتشخص فأول يوم الطفل بيتولد، دايماً خلاص المستشفيات الكبيرة يقولك لو ولد هنعمل له circumcision، الطفل يفضل يحصل له bleeding، يقيسوا الفاكتورز الهيموفيليا، يلاقوا عنده نقص في الفاكتورز بتاعة فاكتور 8، فيبتدي يتشخص ويمشي طول عمره بكارت كده البلاد جروب بتاعته ايه، وان هو مريض هيموفيليا لانه بياخد بلاد ترانسفيوجن مدى الحياة. يعني لو احتاج طبعا لو حصل له بليدنج بيبقى معروف البلاد جروب بتاعته. على فكرة الهيموفيليا ممكن تبقى مايلد او مودريت وسيفير على حسب الكونسنتريشن بتاع فاكتور 8، على حسب الكونسنتريشن. في حالات بتبقى مايلد جدا ما بتحتاجش اي حاجة، بس طبعا بنقول له تعليمات معينة يعني. وفي حالات بتبقى سيفير بيحصل لهم على طول بليدنج، وبليدنج ممكن يحصل كفاله هيمانجيوما وبليدنج بعد السيركمسيجن، وهم أول لو اتخبط خبطة صغيرة في الجوينت بتاعته يحصل هيمو أرثروزس. والهيمو أرثروزس أي حاجة فيها بلد، زي مثلاً إني ما فيش طفل مش هيمشي أكيد وهيقع على ركبته، هتلاقي الأطفال دي ابتدى يحصل فيها bleeding، والجوينت لما تبقى فيها بلد بتهيل فايبروزس. فايبروزس يعني تليفات وديفورميتي في الجوينت، فبيحصل هيمو أرثروزس، وكمان بيحصل له هيماتوما. هيماتوما لو اتخبط في دراعه تلاقي المصل نفسها عمل فيها هيماتوما مع هيكموتيك باتشز كبيرة، وبيبقى الهيمورج بيبقى ديب غير البليتلتس. عيانة اللي عندها ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا تلاقي بوتش كلها على السكين والبسيطة سوبرفيشال كلها، لكن العيان اللي بتاع الهيموفيليا هيماتوما هيمو أرثروزز. ممكن يحصل الهيماتومة دي تبقى في ممكن تحصل الهيماتومة دي تديلي حاجة ديب جي اي تي، بس جي اي تي بليدنج، سي ان اس بليدنج، يعني حاجات كلها ديب. مريض الهيموفيليا ده الأهم انفستيجيشن أعمله البارشل ثرومبوبلاستينج تايم بيبقى عالي، الكلوتينج تايم، ما الكلوتينج ده بتقيس الكواجيليشن فاكتور يبقى عالي، يبقى الانفستيجيشن اللي انا اعملها وزودوها دي لانها مش مكتوبة increase clotting time and بار نعم تزوده بس ان كلمة increase. الانفستيجيشن اللي هعملها في حالات الهيموفيليا increase clotting time increase partial thromboplastic time. طب البليتلتس، في مشكلة في البليتلتس؟ normal platelets count، normal platelets count. ايه complication؟ طبعا complication arthropathy، والطفل ساعات ما بيقدرش يمشي خالص وبيضطر ان يعمل عمليات في الجوينت بتاعته بالذات في النيو جوينت. طيب انا اقدر اقول له ايه
لازم أهم حاجة إن العيان ده ما يتعرضش للتروما، يعني ما يشتغلش رياضة مثلا فيها عنف، ممنوع إن هو لا يبقى بوكسنج ولا ياخد أي حاجة فيها تروماتيك، ما ياخدش أنتي بليتلتس دراج، ما يتعاملش مع الأسبرين والنون ستيرويدال إطلاق. طب أنا بساعده إزاي؟ فريش فروزن بلازما بيبقى فيها فاكتور 8، ممكن كرايو بيرسبتنت بيبقى فيها فاكتور 8، أو لو الحالة سيفير بروح أجيب من المصل واللقاح فاكتور 8 كونسنتريتد. إيه اللي ممكن أساعده كمان؟ أنتي فايبرينوليتك زي ترانوكزاميك أسيد، السايكلوكابرون ده موجود في كل حتة، وساعات إبسلون أمينو كابرايك أسيد بيستخدم. الديزموبراسن بيعلي الليفل بتاع فاكتور 8. في جدول حطه لكم أنا، ودواء مهم جدا 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 جدا. إزاي تقدري تعرفي العيان اللي عنده bleeding disorders هل السبب البليتلتس، مشكلة في البليتلتس، ولا مشكلة في الكواجيليشن فاكتور as example of hemophilia. الكريسماس ديزيز على فكرة مش هناخده، ولكن ده زي بالظبط الهيموفيليا، بس ده فاكتور 9 وده فاكتور 8، ملهاش لازمة. طب كويس، الله كويس قوي، فاكتور 8 وفاكتور 9 فرق بينهم، ما يهمنيش غير ان انتوا تعرفوا كفاية هيموفيليا A اللي هو فاكتور 8. الجدول اللي قدامكم الأزرق ده مهم جدا، اللي بيفرق ما بين البليتلتس ديسوردر والكواجوليشن ديسوردر. البليتلتس ديسوردر في السكن والميوكس ممبرين، لكن الكواجيليشن فاكتور ديسوردرز بيبقى فيري ديب جوينت ماسل، بياخد سوفت تيشو اللي جوه. البيتيكي، مين اللي يجيله بيتيكي؟ يعني نقط صغنطوطه خالص، تبقى موجوده طبعا في البليتلتس. الكواجيليشن فاكتورز لا، ما عندهمش بيتيكي، ده مش مشكلة خالص في البليتلتس، البليتلتس عندهم نورمال. الإيكوماتيك باتش، الإيكيموزز بتبقى سمول وسوبرفيشيال، زي ما قلت لك إكزامبل أوتو إيميون هيموليتك أنيمي. الكواجوليشن لا، ده كبيرة وديب. الهيمو أرثروزز والمسل بليدنج كومن في الكواجوليشن، كومن فيري رين يحصل مع بليتلتس، يبقى common في الكواجيليشن. وعلى فكرة ده ممكن ينزل سؤال MCQ، characteristic features of coagulation factor disorders، 1 2 3 ونحط واحدة غلط في النص. عشان كده بقولك الجدول ده مهم جدا. دلوقتي العيان اللي يتعور وعنده platelets disorders bleeding بعد ما يتعور يفضل ينزف immediately، يقعد ينزف 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 ينزف، ولو ضغطت عليها بيتحسن. لكن العيان اللي اتعور واتجرح وعنده coagulation factor bleeding after cut لا، ما بيحصلش قوي، وما بيحصل bleeding after surgery او trauma تقعد delayed، مش immediately على طول، تاخد يوم او يومين. وطبعا واحد كومن في الفيميل، واحد كومن في الميل، بتاع البليتلت ديسوردر كومن في الفيميل، واكزامبل اوتو اميون او ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، ما بنشوفها بصراحه في الفيميل كتير قوي، لكن الهيموفيليا دي بتاعه الميل. بوزيتيف فاميلي هيستوري مع الكواجيليشن فاكتور اللي هو الهيموفيليا، لكن انا قلت لكم الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا دي مش familiar disease. وممكن بقى خد بقى MCQ ممكن نألفهم على الجدول ده، يبقى الجدول ده أساسي يفرق ما بين أسباب bleeding disorders. آخر 2 diseases أنا عارفة أن أنا تعبتكو، ال DIC Disseminated Intravascular Coagulopathy، افهموا كده قبل ما نقعد نقرأ فيه إيه. DIC ده طبعا disease، أولا prognosis بتاعه سيء جدا،
العيان افتكروا بيبقى مايكرو ثرومباي يتسد في كل حتة وينزف من كل حتة. أنا شفت حالة واحدة بس، شفت العيان بينزف من ودنه، من عينه، من مناخيره، ودي كانت حالة DIC، وفي نفس الوقت مايكرو فاسكولار ثرومبوزس، كل حتة فيه عمالة تتسد. إيه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل حاجة اسمها consumption coagulopathy. إيه consumption coagulopathy؟ بيتسد الـ blood vessels، بتتسد. أولاً ده terminal disease، ما فيش حد بيعدي منه. الـ blood vessels تتسد، ولما تتسد يحصل consume للـ intrinsic factors، والـ extrinsic factors بتتاكل. فلما تتاكل مفيش فاكتورز لا انترنسك ولا اكسترنسك، فيحصل له بليدنج تندنسي. باختصار كلمة واحدة تعرفوها عن الدي اي سي، عيان بينزف وعنده سيفير بليدنج، وعنده سببها ايه؟ يبقى ثرومبوزس وهيمورج الاتنين مع بعض. ازاي يحصلوا؟ قلنا بيحصل حاجة اسمها consumption coagulopathy ومايكروفاسكولار ثرومباي. أسبابها سبسس، بيرن، تروما، أمنيوتيك فلويد، إمبوليزم نتيجة أمنيوتيك فلويد، أبورشن أو إنتريوتراين فيتال ديس. ممكن تيجي لك حالة في ميل وعندها إنتريوتراين فيتال ديس وابتدت تنزف من كل حتة، فتفكروا يكون حالة إيه، وكل حاجة عندها عالية. الماليجنس كمان برضو بيعمل دي اي سي، كل حاجة عالية، البروثرومبين تايم عالي، البارشال ثرومبوب تايم عالي، البي تي تي عالية، والبي تي عالي، والبليتلتس واطية، والبليتلتس واطية. خلينا في الأكيوت تايب، بلاش الكرونيك تايب عشان بيلخبط شوية. خلينا في الأكيوت تايب، بليتلتس قلت، بي تي بروثرومبين تايم عالي، partial thromboplasting time عالية. ايه اللي بيعلى كمان وده diagnostic لحالة الـ DIC؟ fibrin degenerative products، الـ DB اسمها ايه؟ FDBS، fibrin degenerative products. اول ما يعلى ده اعرفه ان هو حالة DIC. ده remnant بتاعت الفايبرين، remnant بتاعت الفايبرين. اللي بيقل كمان الفايبرينوجين، اللي بيقل الفايبرينوجين و الثرومبوبلاستينج تايم بيزيد، الثرومبوبلاستينج تايم بيزيد. ايه تاني؟ سيبك بقى من فاكتور 5 وفاكتور 8، خلينا في الخمسة اللي احنا قلناهم، خلينا في الخمسة اللي احنا قلناهم. ايه بقى اقولهم تاني؟ لما تلاقي عيان كل حاجة عنده عالية ومنها الفايبرين ديجنراتيف برودكت، الفايبرين ديجنراتيف برودكت، بليتلتس عالية، سوري بليتلتس واطية، بارشال ثرومبوبلاستينج تايم عالية، PT عالية، الفايبرين degenerative products عالية، الفايبرينوجين واطي، يبقى البليتلتس والفايبرينوجين واطيين وكل حاجة عالية، والعيان بينزف وعنده thrombosis، تبقى حالة DIC. التريتمنت ولا حاجة، بنقل البليتلتس، هنقل له RPCs، cryoperceptant، ممكن اديله fresh frozen plasma، ادي هيبرين هيفيدني المايكرو في المايكرو ثرومباي، او ادي انتي كاجلانت، لا ما بتديها ملهاش اي سيجنيفيكانس عشان المايكرو ثرومباي، ولا لها اي سيجنيفيكانس ان انا ادي هيبرين. ادي له باليتيف تريتمنت اهو شويه عشان ما يقعدش ينزف، ادي له فريش فروزن بلازما. لكن عايزه اقول لكم النهاية بتبقى يعني البروغنوز بتاعه very very bad. hypercoagulability state
بس احنا كده خلصنا البليدنج. الهايبر كواجيلابيلتي ان البلاد فيزلز تحصل لها مايكرو ثرومباي وتتسد. ودي عايزين نعرف اسبابها، اربع خمس كلمات مش هطول. ان ممكن تبقى acquired وممكن تبقى congenital. هايبر كواجيلابيلتي ستيت يعني ايه؟ يعني العيان كل شويه يتسد، venous thrombosis, arterial thrombosis, recurrent abortion, galopat kayari, mesenteric cerebral occlusion. ايه العيان اللي كل شويه بيتسد ده؟ اما سببه malignance، في حالات المالجنس بيهست سندروم ده نوع من الاوتو اميون برضو، نيفروتيك سندروم لان بي انتي ثرومبين 3 اللي ربنا خلقهن بيقع في اليورين في حالات النيفروتيك سندروم، البريجننسي والكونتراسيبتيف بيلز. البريجننسي واحده بتا بريجننت او كونتراسيبتيف بيلز بتكون واخداها ممكن يحصل ثرومبوزس، عشان كده في حالات من معينة من البريجنانسي بديها كلاكسان على طول. بوليسالسيميا يوروبرافيرا، زيادة الار بي سيز، مش عارفة خدتوها ولا لا، مثلا بدل ما بقت 5 مليون بقت 10 مليون. اسفنشال ثرومبوسايتوزز، مايلو بوليريفراتيف ديسوردرز، وهايبر ليبيديميا. دي حالات الهايبر كواجيلابيلتي. حالات الكونجينيتال deficiency of 3 antithrombin 3 بروتين سي بروتين اس. بس مش عايزاكوا اكتر من انتوا تعرفوا العيان ده بيجيله ممكن تيجي كيس recurrent venous thrombosis, mesenteric وcerebral venous thrombosis, باتكياري venous thrombosis under age 40، وده very rare إلا إذا كان العيان عنده نقص بروتين C أو بروتين S أو antithrombin. arterial thrombosis, recurrent abortion, recurrent superficial thrombitis. الانفستيجيشن لازم أستبعد كل ال acquired cause بتاعة ال hypercoagulability state. طبعا اكتر ديزيز كمان بنشوفه خدته ما اعرفش مع الدكتور مجدي، روماتويد ارثرايتس وال سوري السيستميك لوبس واللي هو انتي كارديولايبن اللي هو حالات اللوبس انتي كواجلانت والانتي كارديولايبن انتي فوسفوليبيد سيندروم، حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سيندروم، نوع من السيستميك لوبس اللي بيحصل فيه repeated abortion وده سببه بيبقى سببه anti-phospholipid syndrome. الفوسفوليبيد بيبقى فيه antibody بتعكسه وبالتالي بيحصل bleeding sorry بيحصل thrombosis معلش. defect for protein C أو protein S، defect factor 5 polycythemia لازم excluded بالinvestigation بتاعتها، nephrotic syndrome screening test على tumor أعمل duplex على ال DVT. التريتمنت طبعا أشوف في الكوز وإذا كنت أعرف أصلحه أو لا. لو حالة hypercoagulability state بتاخد anticoagulant، لو حالة malignance أقدر أعرف هي هي اللي عاملة لي المشكلة دي، بدي هابرين ولأن الأورال anticoagulant ما بيبقاش افكتيف بدي هابرين للعيانين دي زي حالات الانتيفوسفوليبيد بتاخد هابرين وحالات برضو معينة بدي فيها للريبيتد فينوس ثرومبوزز بدي هابرين وممكن امشي بعد كده على anticoagulant. مش مهم التريتمنت، ما يهمنيش التريتمنت تعرفوه، ولكن تعرفوا اسباب الهايبر كواجيلابيلتي ستيت. انا كده خلصت المحاضره وشوفوا بقى ممكن نعمل ريفيجن تاني بعد ما يظهر لكم ميعاد للامتحان. يعني انا مش عارفه طبعا هتمتحنوا، لو عملنا وحلينا MCQ
مع بعض دلوقتي، هتكونوا لحقتوا ذاكرته ولا مش هتبقوا بالحماس اللي هو لما الامتحان يتحدد لا ممكن ردوا عليا؟ نستنى احسن لما الامتحان يتحدد. ايوه طيب خلاص، انا اديتكم هايلايت على الحاجات البوينت المهمة. حد عايز يسأل حاجة في اي حاجة؟ دكتور معلش انا عندي سؤال. قول. هي في لما يكون عندنا حضرتك قلتي في الهيموفيليا لما بيحصل هيمو اريثروسس بيكون ديفورمينج للني جوينت، طب دي بتبقى ريفرسيبل في الاول ولا لا؟ الطفل صغير يعني تقصدي ولا لا؟ على فكرة لما بتحصل في اليونج ايج، بس اصل انا اول مرة هحميه وممكن اعمل اشفط البلاد فيزلز، الاشفط الهيماتوما اللي حصلت وما يحصلش فيها فايبروسس، فممكن يعني في الاول بتبقى غالبا الطفل ده لو اتلحق قبل ما الفايبرس تيشو تتكون بتاعه البلاد بيبقى كويس، لكن انت هتلحقي ايه ولا ايه؟ ما هو الطفل مصيره يتخبط يتعور يمشي. الني جوينتس من الحاجات اللي هي البردن، يعني الواحد بيحمل عليها حاجات كتير، ما فيش حد ما اتخبطش في ركبته، مرة هتلحقي مرة مش هتلحقي، لكن لو اوكي بتلحق لازم تلحقيها قبل ما يحصل فايبروسس في البلاد فيزلز، ولو لحقتها خلاص مش في deforming. لا مش هيحصل ديفورمتي خلاص، اصل هو البلاد لما بيحصل له كلوت بيعمل فايبرس تيشو، فالفايبرس تيشو هي دي اللي بتبوظ بيعمل ديفورمتي. البلاد خلاص فضيته وما حصلش خلاص فايبروسس، مش هيحصل ديفورمتي، ولكن عاجلا او اجلا طبعا هيتخبط فيها تاني، يعني بالذات الجوينت الني القلب والحاجات اللي هي الحركة بتاعتها كتير. حد عايز اوكي يسأل؟ شكرا دكتور. العفو على ايه. حد عايز يسأل اي حاجة؟ فهمتوا طيب ولا ما فهمتوش ولا ايه؟ محدش عايز يسأل اي حاجة؟ ذاكروا بقى ونحاول later on بقى نحل شوية أسئلة MCQ بعد لما يظهر لكم ميعاد امتحان إن شاء الله يا دكتور. العفو يا روان. أوكي يلا سنة سعيدة، وروحوا سهروا بقى، أنا عطلتكم. باي باي. مع السلامة. باي باي. باي.